الطاحونه نحن بالكردي نسميها دلوب. طبعا الدلوب عم نسلق القمح نسوي سليقه، بعد السليقه نجيبها هون على الطاحونه على الدلوب نقشرها بتقشير، بعد التقشير ننشفها نجيبها على الجاروشه نغربلها نطالع السميده لحال وتبع البلغر الخشن لحال. طبعا هذا قديمه ابوي اشتغل عليها تقريبا حوالي شيء 40 سنه، بعد ما وفاه ابوي نحن ورثنا عنا كملنا شغل صار شيء 20 سنه عم نشتغل كمان. عمره قديمه هذا الطاحونه، اولي كان على الدبه، الله نحن طورنا فيها حطينا عليها محركات عم يشتغل على المحركات. اولي دار ما دار كان نسوان يجي يضبضبوا البلغر عليها، هلا صار في شفرات بدر عليها لحالها. إيه اي موسم تقريبا فتره محدوده، يعني بدها تقول من شهر لشهر ونص ينتاجوا يوميا يعني من الصبح للمساء. طبعا هي ما مخصص محدد يعني حسب الزبون اللي بده يجي، ونحن كمان نشتغل على حسابنا يعني باليوم من سبعة لعشر شوالات باليوم حسب الطلبية اللي بيجينا يعني. طبعا هذا الطاحونة قديمة كثير، بعود تقريبا لشي 200-300 سنة، أولي كان يطحنوها على الدابة، ونحن طورنا هلا عملنا على المحركات على بيشتغل على المحرك. هاي على الدابة إنتاجه كان خفيف، طبعا وقتها مو مثل هلا، هلا صار إنتاج أكثر يعني باليوم من 700 إلى الطن تقريبا. هذا الطاقة الإنتاجية له، وعندنا هون بشكل موسمي يعني عندك يعني من شهر لشهر ونص، ونحن حسب الطلبية عم نشتغل شغل براني وشغل إلنا كمان عم نشتغل أي إنتاجه. طبعا هذا البلغر له قيمة غذائية غير البلغر التجاري، لأن نشتري قمح تازة تمع قمح يعني سنته، وهون التقشير على الحجرة أفضل من التقشير على الآلات الحديدية، لأنه هون عم نقشرها خلال مدة ساعة ساعتين تحط إيدك بين البلغر تلاقيه بوز، أما على الآلات تلاقيها خلال ربع ساعة بصير مثل النار كأنه البلغر محروقة يعني. القيمة الغذائية بفقدها يعني، هون في نسبة للجودة وطازجة يعني.